سيد ماهر على ذكر ردود فعل المقاومة الفلسطينية تجاه العدوان الغاشم من جانب الاحتلال الصهيوني، دعنا نشاهد مقطع الفيديو هذا والذي يظهر صواريخ المقاومة الفلسطينية وهي متجهة من غزة إلى المستوطنات الصهيونية. أهلا لكم مجددا أحبائي المشاهدين. سيد ماهر، كيف ترى قدرة تلك الصواريخ على إحداث الرعب داخل صفوف الاحتلال الصهيوني؟ يعني على لا شك المشاهد التي تابعناها من خلال منصات التواصل الاجتماعي لأماكن سقوط الصواريخ المقاومة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا مشاهد الرعب لدى المستوطنين الإسرائيليين. اليوم أكثر من 30% من المستوطنين، وحسب استطلاعات يعني الاحتلال الاسرائيلي ووسائل الاعلام العبريه، ان يعني اكثر من 30% من المستوطنين الاسرائيليين في مستوطنات غلاف غزه غادروا منازلهم. عندما نتحدث عن صواريخ تسقط في يعني احد في حديقه منزل احد المسؤولين الامنيين الاسرائيليين، وايضا يعني كما تحدثت وسائل الاعلام العبريه ان الصواريخ ادت يعني الحاق اضرار بالمنزل، لكن هذا المسؤول الاسرائيلي لم يكن في المنزل لانه كان في الملجا. وبالتالي فعلا اليوم المقاومه الفلسطينيه يعني ومنذ سنوات حققت قوه ردع ضد هذا الاحتلال الاسرائيلي. في المشاهد التي يعني اثرتها المقاومه الفلسطينيه في استهداف الجيب العسكري وناقله الجنود الاسرائيليه، كان هناك في الخلفيه العديد من وسائل النقل المدنيه والسيارات المدنيه التي كانت بجوار وتمر على جانب بجوار هذا الجيب العسكري. المقاومه اعتقد انها ارادت ان توصل رساله انها اليوم هي حربها يعني مع هذا الاحتلال الاسرائيلي ومع جنود الاحتلال، وهي لا تتعامل بمثل الاحتلال الاسرائيلي يقتل المدنيين داخل قطاع غزه ويقتل الاطفال ويقتل النساء، والمقاومه الفلسطينيه تستهدف جنود الاحتلال وتحاول يعني ان تكون بعيده عن يعني ان تستهدف المدنيين بشكل مباشر كما كان هذا الفيديو. بالتالي تستطيع المقاومه كانت ان تستهدف القطار الذي يمر في خلفيه الجيب العسكري او تستهدف السيارات المدنيه. هي ارادت ان توصل رساله ايضا الى العالم ان هذا الاحتلال الاسرائيلي هو احتلال مجرم لا يقوى على المواجهه العسكريه، وانما يذهب الى يعني يقتل المدنيين، يقتل الاطفال، يقتل النساء، يقتل الاجنه داخل ارحام امهاتها. هذا ما يستطيع ان يفعله هذا الاحتلال الاسرائيلي، بينما المقاومه التي تدافع عن الشعب الفلسطيني محمية هذه المقاومة، وهذا حق مشروع لشعبنا الفلسطيني محمي بالقانون الدولي. أي شعب يقع تحت الاحتلال يحق له مقاومة هذا المحتل.